الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وكاد النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتبارها أولوية قصوى لمصر. وشدد الرئيس السيسي على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد أيضا التطرق إلى الأوضاع في لبنان والتصعيد المتبادل الذي شهدته المنطقة مؤخرا، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف لإطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق. كما حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمسية فنية بقلعة قايتباي ضمن فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية. وخلال الأمسية شهد مدبولي عرض الصوت والضوء في قلعة قايتباي، والذي يقدم تجربة تصحب الزوار في رحلة مشوقة عبر التاريخ الغني والمثير لمدينة الإسكندرية العريقة، حيث يجمع العرض بين تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة والإسقاطات البصرية المذهلة والسرد التاريخي ليضفي حياة جديدة على ماضي المدينة العريق. كما حضر رئيس الوزراء خلال الأمسية حفلا أوبيراليا أدت خلاله فرح الديباني المغنية الأوبرالية المصرية ذات الشهرة العالمية مجموعة من الأغنيات المتميزة. نفت القوات المسلحة بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا. وأكدت القوات المسلحة أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل، وتهيب بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات. وتؤكد القوات المسلحة أنها هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والدفاع عن شعبه العظيم. سلم وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني تؤكد على أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين. جاء ذلك خلال زيارة عبد العاطي إلى أوغندا، حيث عقد أيضا لقاءات مع مجموعة من رجال الأعمال الأوغنديين. كما التقى وزير الخارجية بممثل الجالية المصرية في أوغندا خلال زيارته للعاصمة كامبالا. وأشار عبد العاطي إلى حرص الوزارة على رعاية مصالح أبناء الجالية المصرية بالخارج. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش فرص خفض التصعيد الإقليمي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اتصال هاتفي. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن استعرض أيضا الخطوات التي تتخذها إسرائيل والتي ينبغي أن تستمر في التحسن لتعزيز الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة، وأيضا آفاق التوصل لاتفاق لتحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار. أكدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة النبطية ونفذ غارتين متتاليتين عليها. وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على الخيام إلى جانب قصف مدفعي ثقيل وقذائف فوسفورية. هذا وأكدت رويترز أن إسرائيل نفذت ضربات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع. شهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي انطلاق الموسم الثالث من برنامج كابيتانو مصر، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
يأتي البرنامج ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم وتنمية المواهب الرياضية في مصر، وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولا إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية. هذا وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المبادرات والبرامج التي تسهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، مشيرا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ برامج توعوية تهدف النشء والشباب.